أرجع وبتبعت. لحضرتك معلش يا كابتن، آسف أقطع لا لا حضرتك، بس معانا على الهاتف طبعا لاعب النادي الأهلي المحترف أو المعار كمان لمدة موسم واحد معانا، شكري الجويني. ألف مبروك، مليون أقول إيه، برشا مبروك يا شكري. الله يخليك. أول حاجة الحمد لله يا رب اللي تمكننا معناتها من الفوز بالماتش الصعب هذا، والحمد لله يعني اللي بكل صراحة كنا رجال يعني في الميدان. صحيح المباراة كانت صعبة من الأول، ما عرفنا كيفاش نسيطروا على باقي المباراة، وشكر كثير للإطار الفني اللي كان معانا معناتها من الأول. شكري، يمكن انت عندك خبرات كبيره جدا، لعبت مباريات نهائيه بالهبل سواء كان مع النادي الترجي او مع منتخب تونس وكمان مع النادي الاهلي، شفناك النهارده بتعمل مباراه رائعه جدا، مباراه النهارده من احسن مبارياتك مع النادي الاهلي. شكري قول لي انت يعني شايف ازاي وجودك مع النادي الاهلي، وشايف ازاي تقدر تكون اضافه مع النادي الاهلي يا شكري؟ والله اول حاجه دي فضل من عند ربي، وكذلك يعني ثقه الاطار الفني هي الحمد لله ما كانت يعني بالسهل، حسيت بالثقه اللي عطوها لي. وبكل صراحه يعني انا بلعب في نادي كبير، يعني في تقول نادي الاهلي يعني لازم عارف انت داخل في اي نادي، يعني مش اي نادي ممكن تدخل له. صحيح يا شكري، صحيح. فلما تقول نادي الاهلي تقول تتويجات محليه وقاريه على طول. صحيح. هذا التحدي اللي انا قبلته والحمد لله كان ثقه في الاداره الفنيه فيا، وان شاء الله يا ربي هذه البدايه ان شاء الله، اللي صحيح غاب الدوري 3 سنوات فهمتني، ان شاء الله هذه البدايه ان شاء الله باش ترجع كل الامور وكل حاجه ترجع الكره الطايره ان شاء الله، ونفرحوا الجمهور بتاعنا ان شاء الله. طب شكري، يعني عايز اسمع منك، يعني انت حاسس براحه وسعاده لوجودك جوه النادي الاهلي؟ يعني انت يوم ما كان النادي الاهلي كلمك وطلب التعاقد معاك، مر دلوقتي وقت، انت لما قبل ما تيجي النادي الاهلي شايف الصوره من بره زي من جوه دلوقتي ولا لا يا شكري؟ من بره لما صراحه لما كنت العبهم يعني لما تشوف من بره الاهلي تشوفه نادي كبير، ولما دخلت جوه النادي لقيته نادي اكبر. سلام. الله عليك يا شكري. كلام شكري، هو انت هو الحاجه اللي خلتني يعني مرتاح انه حسيت روحي يعني بين عائلتي، يعني بين لاعبين والاطار الفني، يعني حاسس روحي اخوهم، معناتها مش لاعب جاي من تونس ولا لاعب محترف. صحيح. فلقيت راحه كبيره في النادي، جوه النادي وبرا من النادي الحمد لله. شكري، انت اصلا في بيتك ومرحب بيك جدا، وعلى فكره انت كان ليك يعني مواطن تونسي ايضا كان محترف، امين روزيه نجم منتخب تونس لكره السله، يعني سبقك بكام سنه كان موجود، ووجود اللعيبه التونسيه مش غريبه على مصر، وكمان بتبقوا اضافه كبيره جدا لمصر، ونقدر نستفيد سواء وجودكم معانا او وجودكم جوه النادي الاهلي. يا شكري الحقيقه انت يعني اسعدتنا بكلامك، وتقول ايه لجمهور النادي الاهلي عبر شاشه قناه النادي الاهلي يا شكري؟ والله نحب ان نقول لهم ان شاء الله يا ربي انا نجموا نفرحوكم، يعني الحاجه الوحيده نجموا نقدموها للجمهور اللي يوميا يعني يتابع في كل اخبار النادي، ان شاء الله نجموا نفرحوه بالدوري، وان شاء الله يا رب يحتفل معنا في الافريقيه بالتتويج الدوري بطوله افريقيا ان شاء الله، ويا رب ان شاء الله يكون سنه خير وسنه بيرجع فيها الاهلي لمكانته الطبيعيه اللي هي معروفه مكانته الطبيعيه ايه الاهلي ان شاء الله. شكري الجويني، اللاعب المحترف، لاعب الترجي التونسي والمعار للنادي الاهلي، شكرا جزيلا الحقيقه. شكري، انت بتتكلم يعني لما لبست الفانيله الحمراء انا مش حاسس ان انت، انا حاسس ان انت ابن النادي الاهلي، ولا يا كابتن هاني؟ صح تمام. وانا قلت لك ان هو في الماتش النهارده هو من اكثر اللعيبه المميزين، ومفيش لعيب محترف بيأدي